بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينة من عيناتي التي درستها في مختبري في السابق. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عينة متحجرة عمرها لا يقل عن 300 مليون سنة، عبارة عن أحد الفصائل النباتية التي كانت تعيش قبل 300 مليون سنة في البحر، والمستنقعات المائية أيضا ممكن تعيش فصائل متطورة من هذا النوع. طبعا هذا طبعا في العصور السابقة أو العصور قبل التاريخ، كانت تعيش هذه الفصائل في عمق البحار، وقد تصل يعني عمق العمق يعني عمق عيش هذه النباتات إلى 60 متر تحت قاع البحر. ممكن تتشبث في الصخور وأيضا المرجانات أو يعني المنطقة البحرية الجميلة، وكانت شكلها يعني من أجمل النباتات التي يعني كانت تعيش في العصور السابقة. كثير من العلماء تقول أنها كانت تعيش حتى الآن في أعماق البحر، لكنها فصائل متطورة تختلف عن هذه الفصيلة مثل ما تلاحظون. طبعا حصل استبدال بين خلايا الأنسجة النباتية بذرات المعادن المتواجدة في البيئة، تم حفظ شكلها من ذاك الزمن إلى حتى الآن يعني مثل ما تلاحظون. أنا أشجع العلماء بدراسة جميع النباتات المتحجرة المتواجدة في البيئة الخاصة فيهم يعني، واستقلال هذا التخصص بدراسة يعني مخلوقات منقرضة قديمة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.